وحنا نعاونوهم مادام انت كتشوف الحاله ضعيفه. حامل واحد كيقول لك والف كيطوموبيل عنده والتليفون ومالو، هو خصو يكون احسن الناس عنده اللباس وعنده، علاش؟ لان كيأدي اعظم وظيفه هي الامامه. كاين شي خدمه احسن من الامامه؟ اول ما يسالوا عليه العبد يوم القيامه الصلاه، هذه احسن عباده، اعظم ركن بعد الشهادتين. فلذا تهلاو في الفقيه. واحد الفقيه كان كيصلي بالناس في الجامع، صلى العشاء، سلم، شد الشراجم، طفى الديوان، جاي يخرج جبر السيله الشتاء، والناس ركبوا في الطوموبيلات ديالهم ومشاو. بقى بوحده ما عنده لا مضال لا والو، شنو غيعمل؟ بقى كيستنى، هو يقوز واحد بواحد بي ام جديده. قال له الفقيه، قال له طلع نوصلك. ما يطلعوا شد الباب اش كيجبر؟ خينا اللي غيوصلوا سكران بيلا الريحه ديال الشراب. الفقيه اش غيعمل الطوموبيل؟ قال له دابا غيصيف من الطوموبيل؟ لا. قال الله صافي. بتولينا نزيدو صافي نشوفو فين غتصافي. مع ديك خينا سكران ماشي، وصلوا عند واحد القزار وينزل ديك السكيري. قال للقزار عمل لي كيلو ديال اللحم وكيلو ديال الكفته وكيلو ديال هذاك والكوطليط والدجاجه، عمل لي بلاصتيكه وزاد. ما يوصل للدار ديال الفقيه يقول شني؟ قالوا ديك السكيري. قال للفقيه واحد الصخير عطيها العواول وجبد واحد 20 درهم غلاله 20000 فرانك زرقالي 200 درهم زرقالي جبدها كتجرح. قال له الفقيه، قال له هذا خليها هذه عندك. قال له السي فقيه ادعي معايا يعفو عليا الله. قال له سير اللي هنا يعفو عليك. قال له علاش؟ قال له هذوك اللي يعفى عليهم الله كم يسمحوا فيا. قال له انت بخير، هذا ساعة ساعة اجي نوصل الفقير. مي كاد اللحام وعشرين الف فرنك وادعي معايا يعفو عليا الله. باهي انت بخير الله عم راس العام. اش يبقى نوصل الفقير؟ هذو اللي عفى عليهم الله كم ركبوه وربوه مشوا اللي صلوا مع الفقير.